احسب لقيت نفسي صرفت 32 جنيه ضايع حبيبي. بس خلي بالك، بس خلي بالك انتوا قريبين. انت فين يا عمر؟ التكلفة. انت ما قلتلكش انا كتبت ايه سعيد؟ كتبت تقرير 5 جنيه. 5 جنيه يا راجل كتير؟ ركبت الساعة كام؟ طب ما الاوتوبيس بتاعه الناس بتركب وبتيجي عليا. بص انا اختار السنة 2 جنيه مخبص لي من الطريق وبركب وراجع نفسي. ايه؟ مفيش حاجة من عندك بصراحة. المفايدة كامل بركب حاجة صعبة.